وليرعت نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان مملكه البحرين انتهجت الاصلاح السياسي والاقتصادي ركيزه لها في الوصول الى الاهداف التي تسعى لتحقيقها منذ انطلاق مسيره الاصلاح التي قادها حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منوها سموه بان ابناء البحرين هم الثروه الحقيقيه للوطن ومحور التنميه وهدفها. ونسعى دوماً إلى تحقيق مستقبل طموح لمملكة البحرين من خلال الاستثمار في المواطن وتنفيذ كل ما من شأنه الوصول لذلك الهدف والبناء على ما تحقق من منجزات. لا سموه إلى أن حفل جائزة البحرين لريادة الأعمال في دورتها الثانية بالأمس هو نتيجة لعمل دؤوب لأعوام عديدة وتعد نموذجاً فريداً للإبداع والابتكار والتحفيز. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الظبيا اليوم مع السيد رشيد. رشيد الطالب العلمي رئيس مجلس النواب المغربي والوفد المرافق بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب حيث رحب سموه بالوفد المغربي الشقيق وأكد أن مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ستظلان نموذجا راق للعلاقات ذات الطابع الخاص التي استمدت متانتها من التاريخ والحس العربي القومي والتواصل والثبات مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما نحو مزيد من التطور والنماء ومنوها إلى ما تمثله الزيارات المتبادلة للوفود البرلمانية بين البلدين الشقيقين في تحقيق مزيد من توثيق العلاقات والتعاون في الشأن البرلماني وتبادل الخبرات في هذا الجانب مشيدا سموه بالدور الحيوي الذي تطلع به السلطة التشريعية في إثراء المناخ الديمقراطي للمملكة للوصول إلى الطموح المنشود ومشاركتها الفاعلة في بناء القرار وقال سموه إن بناء الإنسان هو فخر للأوطان وأن تكيفه مع واقع العالم الحديث يفشل الساعين لدمار الإنسان من خلال استدراجه للتطرف والإرهاب، منوها في هذا المقام بما تقوم به المملكة المغربية في مواجهة هذا الفكر المتطرف وبناء الإنسان في المغرب، مؤكدا أن رؤية الإنسان العربي قويا شامخا هو ما يجب ان يكون عليه في ظل عالم متشابك ومتطور مشيرا سموه الى دور البرلمانات العربيه وتبنيها التوجهات والقرارات ذات الاهميه في تعزيز لحمه المواقف العربيه تجاه مختلف التحديات التي تواجه الامه العربيه في هذه المرحله الراهنه خاصه فيما يتصل بالتصدي للارهاب والتطرف. وابلغ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء معالي رئيس مجلس النواب المغربي بنقل تحيات سموه الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس بن الحسن ملك المملكه المغربيه وحكومته الموقره وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والامن والامان للمغرب الشقيق. من جانبه عرب معالي رئيس مجلس النواب المغربي عن اعجابه بما راه من تطور في مملكه البحرين في المجالات المختلفه متمنيا للمملكه مزيدا من التقدم والازدهار ومقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما ابداه من ترحيب واهتمام بزياره الوفد لمملكه البحرين منوها بالعلاقات البحرينيه المغربيه المتميزه وما اسفرت عنه زياره الوفد المغربي للبحرين